اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم الوحش اللي لونه بامبا. ايه ده؟ الله، اسمه مكتوب عليه ايه؟ جلو ان ذا دارك، ده بينور في الضلمه. يا ترى ايه الوحش الشقي بقى ده؟ انا متحمسه ان انا افتحه واتفرج عليه من جوه ونشوف ده عباره عن ايه. لونه بامبا زي ما انتم شايفين، وعنده عينين كده، شكله ان هو احول وفي قلم كده، فشكله ايه ده؟ وحش بينور في الضلمه، فبقى ايه هيخوف بيه اصحابنا، هيكون شكله كمان جميل قوي. بص، مكتوب ان هو صالح لاطفال من سن 3 سنين، لازم يكون من فوق كده عشان ما ياكلوهوش او ما يعملوش باي حاجه، وكمان ان هو الوحش ده كمان بيتني. تعالوا كده بقى نفتحها ونتفرج عليه ونلعب بيه ونشوف ده يا ترى بقى عباره عن ايه. الوحش لونه بامبا بينور في الضلمه ده، ايه ده؟ واو، بصوا شكله حلو ازاي. اولا منكوش كده لونه بامبا، وشعره كده شكله يجنن. بصوا مضحك قوي، بصوا عامل زي يعني لونه بامبا كده وجيلي كده خالص ملزلز. بصوا شعره منكوش ازاي، شبه المكرونه. واو، يعني برضو عنده حول كده. نركب بقى في العصاية دي. بصوا حطيتها بقى كده، لونها بامبا فيها سائل كده بتتني. هدخلها بس الاول كويس اهو. بصوا كده دخلتها، حلو قوي. شكله كده جامد، واقف بقى جاهز. بصوا بلعب بقى بيه وهضغط بقى كده عليها سنة، ممكن بقى ان هو يتني. وهزها كده كمان عشان تنور اكتر واكتر، لازم تتني وهزها عشان تنور في الضلمة. بصوا انا عمالة هزها لسه منورتش، عمالة تكسر كده فيها، لازم تتني كده شوية وهزها. بصوا بصوا الشعر بتاعه بيطير في كل حتة، شكله مضحك قوي الوحش البامبا الفظيع ده اهو. بصوا عمالة يلف شعره يمين وشمال بقى. نقعد بقى في الفصل نلففه كده لاصحابنا يمين وشمال، هتقولوا لنا ايه ده شكله مضحك قوي. ابتدى اهو ينور اهو، لما بيتحرك كتير بينور. بصوا بقى جربتلكوا في الضلمه شكله، بصوا بينور ازاي. الله، ده لونه فسفورك حلو قوي. بامبا فسفورك. بص عمال اهز في شعره برده كمان جميل قوي، وشايفه ان هي لعبه حلوه قوي، عجبتني قوي. بصوا بقى الوحش الفظيع ده بينور ازاي في الضلمه، مشوق قوي وبيضحك جدا. بصوا لون البامبا بتاعه كمان حلو قوي، بصوا عينه شكلها حاوله ازاي. ايه ده؟ الله، بصوا بقى هنا منكوش. بص هجيب كده عليه كشاف الالترا فايلت. ايه ده؟ بصوا بينور ازاي، واو شكله جامد قوي. ومن تحت برضو انا عجبني قوي وشكله مسلي جدا، عجبني جدا. وايه بليز يا اصحابي اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم، في عجبكم ولا لا. انا عجبني جدا الوحش اللي هو الفظيع بينور في الضلمه ده. هستنى الكومنتات بتاعتكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.